ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بصوا انا متحمسه جدا في الفيديو ده، اول مره اطلع معاكم في المطبخ وعامل معاكم بسبوسه. بصوا انا ماليش في الحلويات قوي، ما بعرفش بصراحه اعمل حلويات، بس قلت اخاطر وامشي على طريقه اي حبيب. طبعا اي حبيب قناته معروفه جدا 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 ومشهوره بالاكلات حلوه جدا. بصوا اغلبيه وصفاتها انا بعملها جميله، فانا النهارده بقى ايه، قلت اول مره اجرب بسبوسه، فقلت ايه اشارك معاكم اللحظه اللي انا هعملها، اشوف هتطلع معايا حلوه ولا ايه، لان انا زي ما قلت لكم ايديا جميله قوي في الحلويات. بصوا بقى هنعمل مع بعض اللي هي البسبوسه بتاعت اي حبيب، تمام؟ بصوا وانا جبت الطريقه وكتبتها، طبعا لازم اكتب، شايفين لازم اكتب الطريقه لان انا ما بعرفش الحلويات، فقلت ايه يعني اتشجع كده واقوم اعملها. البسبوسه هناك هي مركونه بقى لها كذا يوم، فقلت ايه اتشجع واعمل لهم حاجه حلوه في رمضان، لاني في رمضان ما عملتش اي حلويات طبعا عشان كفايه الاكل اللي احنا بناكله فهوبا بندخل. بس النهارده قلت بدل ما اكون كده، مع اني كنت نفسي اعمل بسبوسه اصلا، فقلت اجربها واعملها على طريقه اي حبيبه. المهم انا كتبتها، ويلا بينا نبدا نعمل البسبوسه، يا رب تطلع حلوه عشان كل حاجه بعملها اقول لجوزي انا هعملها على طريقه اي حبيب، لحد ما خلاص زهق مني بصراحه. بصوا بقى انا عملت قبل كده ورق عنب يعني بتاع اي حبيب زي ما قلت لكم، بس الدبس الرمان كان فيه كتير اوفر، فاحنا مش متعودين على اللي هو الورق العنب يعني اللي هو المسكر قوي، فاهميني؟ فما عجبش جوزي وما عجبش برضك افراد العائله، بس عجبنا انا بصراحه. المهم يلا بقى نعمل الطريقه بتاعت اي حبيب في البسبوسه. بصوا بقى انا هستخدم السميد اللي هو ده، سميد البسبوسه هي كانت مستخدمه 375 جرام، فانا هستخدم الميزان عشان هي بتقول البسبوسه السهل الممتنع ولا الصعب الممتنع، حاجه زي كده. المهم مالكوش دعوه بالاسباب اللي بتحصل ورايا عشان ده ليه. المهم هستخدم ده سميد 375 جرام. هنضيف على السميد هي كانت متخيلين اللي ماسكه الورق. استنوا بس معايا ده يعني بصوا احنا شاطرين في الحلويات، شاطرين جدا، مش قادره اقول لكم يعني. هي كانت حاطه على السميد جوز الهند، فهي انا حطيت سميد حط على السميد معلقتين جوز الهند. ما نشوف يا رب، انا اهم حاجه ان يطلع كويس بس. ماشي اهو، حتى انا هستخدم اللي هو جوز الهند ده، تمام؟ هستخدم معلقتين كبار. هي قالت ان جوز الهند ده اختياري يعني عادي، لو مش عندكم ما بتحبوش ما تحطوهوش، تمام؟ فانا حطيت دلوقتي معلقتين جوز الهند. هنشوف ايه تاني، وبعد كده هنحط سمنه، تمام؟ ايه بقى السمنه قد ايه؟ 115 جرام سمنه على السميد وعلى جوز الهند. فيه هنجيب سمنه. بصوا بقى السمنه لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، بس انا للاسف ما كنت نسيت اطلعها من بدري، فهتشوفوني ان انا ايه بص عملها كده عشان تطلع معايا. فانا يا دوبك ايه سيحتها كده على النار حاجه بسيطه خالص، بس طبعا ما حطيتهاش دافيه، يعني سبتها كده تبرد سيكه شويه، بعد كده حطيتها على ايه السميد وجوز الهند، وبصيتهم في بعض كده، خليت كل حاجه تخش في السمنه، يعني تخش فيها سمنه. طبعا زي ما قلت لكم كل حاجه بالمقادير، اهم حاجه بس توزنوا كويس عشان تطلع معاكم مظبوطه وطعمها يبقى بيرفكت. يعني اهو شايفين عماله اطلع في السمنه، عماله بص كنت متضايقه جدا ان انا كنت ناسيه، فانا بقى ايه هطلعها زي ما قلت لكم وهعملها. في الطبق الثاني يحط السكر وحليب وعسل، ولقيت ان العسل ده اختياري، فاحنا دلوقتي هنحط سكر قد ايه؟ سكر حوالي 150 جرام. انا كده حطيت 150 جرام سكر، وهحط عليها حليب 115، بس اهم حاجه قالت الحليب لازم يكون دافي، فانا هنا مدفيه الحليب، وهحط فوق على السكر، وهحط عسل 40 جرام.
وبعد كده هحط الاتنين على بعض بقى كده عشان اقلبهم كويس جدا جدا. خدوا وقتكم في التقليب عادي. بس السمنة اهم حاجة تكون داخلة في كل حاجة فيها، يعني اهم حاجة زي ما بيقولوا بصوها كده، مش عارفة بيقولوا ايه. اهي وقعدت ادعكوا كده زي ما بيقولوا كده بسها شوية. بصوا بقى الصينية دي انا ده خدتها ودهنتها سمنة بلدي. هضيف بقى ايه المكونات بتاعت البسبوسة. بصوا انا كده عملتها، هي قالت نخبط البسبوسه، انا خبطتها كده. وهنجيب مسح السمنه بايديا كده وهنمشي بس على الوش عشان كله يحمر، يعني يكون لون واحد، وكمان عشان السطح بتاع البسبوسه يكون املس. فانا عملت ايدي بالسمنه اللي كانت في الطاسه كده، حاجات مسحه بسيطه يعني. ده انا بقيت الشيف ساره. طبعا ما دخلتهاش الفرن، سبتها شويه، قالت نسيبها 10 دقايق كده على جنب. بعد كده قلت اعمل الشير اللي هي الشربات يعني، حطيت كوبايه ميه على كوبايه ونص سكر، وهسيبهم بقى على النار ياخدوا غلوه كده. وبعد كده لما يغلي هحط معلقه سمنه بلدي او زبده، وبعد كده هوطي النار. وفي الوقت ده انا هكون مدخله طبعا البسبوسه، لان لازم تخرج سخنه والشربات يكون ساخن، الاتنين لازم يكونوا سخنين. بعد ما ارتاحي ادخلها بقى الفرن. انا عملت معاكم الشيره او الشربات اللي هي كوبايه ميه وكوبايه ونص سكر، وهسيبها تغلي. وفي الوقت اللي انا ادخل اللي على النار اللي هي الشربات، ان انا احطها على النار، ادخل البسبوسه عشان الاتنين لازم يكونوا سخنين عشان الشربات تتحط على البسبوسه وهي سخنه. فانا هدخلها دلوقتي الفرن. بصوا هي بالظبط خدت 25 دقيقه، وبعد ما طلعتها سقيتها كده بالشربات تمام، وبعد كده غطيتها بالورق الفويل حوالي كده، سيبوها حوالي ساعه، هتبقى طعمها احلى بكتير وانتوا تقطعوها وهي ساخنه. بصوا بقى وزينوها، دي البسبوسه الكلاسيك اللي هي كانت اي حبيب قايل عليها. فانا ايه رشيتها كده بشويه فستق على عين جمل عشان تدي بس طعم يبقى احلى، وكانت طعمها جميل جدا جدا بجد بجد. الوصفه رائعه رائعه. انا بصراحه حابه ان انا اجرب اكلات معاكم يعني من اكلاتها. باذن الله اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديده، واهم حاجه اللايك يا بنات واشتركوا في القناة. باي.